يفترض ان اوميجا 1 لا تساوي اوميجا 2. فصير عندي كانه اف جي اوميجا يساوي 1 على هذول هم التو فيرست اوردر سيستمز. ما دام اوميجا 1 لا تساوي اوميجا 2 عندي زيتا بقدر اعرف شيء اسمه زيتا، زيتا راح تكون اكبر من واحد ومساويه. اظن تطلع اوميجا 1 زائد اوميجا 2 على 2 على جيومتريك مين تبع اوميجا 1 زائد اوميجا 2. بتكون هاي كاني عم باخذ الارثمتيك مين بقسمه على جيومتريك مين، وهذا بنقدر نثبت انه دائما اكبر من واحد، فزيتا هون اكبر من واحد. بصير عندي السيستم اذا عملت له بلوتنج عندي هون اوميجا مثلا، خلينا افترض هاي هون اوميجا 1 وهاي هون اوميجا 2، افترض هذا ماينس 20 ماينس 40 وهذا ديكيد ديكيد 10 اوميجا 1، راح يكون عندي ماينس 20 دي بي بير ديكيد، راح انزل الخط هذا الشكل من هون، نيجي عند اوميجا 2 بصير لما بجمع الخطين بعطيني هذا الخط هذا الخط، وبعدين هون بصير عندي ماينس 40 بالنسبة للزاوية. زي هون بصير 45 عند النقطة الأولى. هي 35 عند النقطة الثانية. أقول من هون بروح عند النقطة الثانية. اوكي ماشي واضح، غطيته مش هيك، هذا كله غطيته قبل هيك.